أحسن الله إليكم شيخنا، سائل من تشاد يسأل ويقول: هل نستغفر ثلاثا بعد التسليم عند غير الفريضة؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك، أن يستغفر الإنسان بعد الفراغ من النافلة ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. فإن عموم الأدلة يدل على أن هذا مشروع في النافلة كما أنه مشروع في الفريضة. وأما التسبيح 33 إلى آخر ذلك فقد ورد ما يقيده بالفرائض. وأما أن يقول الإنسان بعد الفراغ من النافلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإنه لا بأس به، لا في سواء في الفريضة أو النافلة. وكذلك إذا قال الإنسان بعد السلام من النافلة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أيضا لا بأس به لعموم النص، فهذا مما لا بأس بفعله خلف الفرائض في دبر الفرائض وفي دبر النوافل، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل من تشاد يسأل ويقول: ما حكم تكرار الفاتحة شكا أو نسيانا أثناء الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، إذا لم يكن هذا الرجل كثير الشكوك وكثير الوساوس فإن المتقرر في القواعد أن من شك في فعل ركن أو تركه فإن الأصل أنه لم يفعله، فعليه أن يعيد الفاتحة إذا شك هل قرأها أو لم يقرأها. لكنني أظن أن ظاهر سؤاله يدل على أن فيه شيئا من الوساوس أو شيئا من الأوهام، فإذا علم من نفسه أنه كثير الشكوك وكثير الوساوس والأوهام فلا ينبغي له أبدا أن يعتمد شكوكه هل فعل أو لم يفعل، وليعتمد كثير الشك دائما أنه قد فعل، لأن المتقرر في القواعد أن الشك من كثير الشك وبعد الفراغ من الفعل غير معتبر شرعا، كما قال الناظم: والشك بعد الفعل غير معتبر ومن كثير الشك أيضا مغتفر. وأما إذا كان معتدل الشكوك وشك هل قرأ الفاتحة أو لا فالأصل أنه لم يقرأها، فقولنا الأصل أنه لم يقرأها إنما هو جواب لمعتدل الشكوك فقط. وأما من كانت شكوكه كثيرة ووساوسه دائمة فإنه لا ينبغي له أن يعتمد شكوكه، لأن المتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية لا تناط بالأوهام، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل من الكاميرون يسأل ويقول: ذكر في صفة الوضوء وغسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثا أو مرتين مرتين أو مرة مرة، وأيضا المضمضة والاستنشاق، فهل يجوز للمتوضئ أن يغسل بعض الأعضاء مرة والأخرى مرتين، فمثلا الوجه مرة والرجلين مرتين؟ أفتونا حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، والمتقرر في القواعد أن صفة التعبد توقيفية، وبناء على هاتين القاعدتين تعرف جوابك وفقك الله، وهي أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء 4 أوجه: الوجه الأول أن يتوضأ في كل الأعضاء مرة لا يزيد على هذا، ودليلها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لم يزد على هذا. والصفة الثانية أن يتوضأ مرتين في كل الأعضاء، وبرهانها ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. والصفة الثالثة أن يتوضأ ثلاثا في كل أعضاء وضوئه، ودليل ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان أنه توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ثلاثا. الصفة الرابعة أن يتوضأ ثلاثا في كل أعضائه إلا في غسل اليدين إلى المرفقين فيغسلهما مرتين، فالتثنية مع التثليث إنما هي مشروعة في اليدين فقط، وبرهانها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في بيان صفة النبي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخل يده في التور فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. وأما ما قبل ذلك من الأعضاء وما بعد اليدين فإنه ثلاثا.
وبناء على ذلك تعرف خطأ الصفة التي ذكرت وفقك الله من أنك تتوضأ وضوءا تغسل في بعض أعضائه مرة وتغسل في بعض الأعضاء مرتين، أو أنك تغسل في بعض الأعضاء مرتين وتغسل في بعض الأعضاء ثلاثا غير اليدين، فحينئذ لا ينبغي إحداث صفة جديدة في الوضوء، لأن صفة التعبد توقيفية. فإن توضأت مرة مرة فاجعلها في كل الأعضاء، وإن توضأت مرتين مرتين فاجعلها في كل الأعضاء، وإن توضأت ثلاثا ثلاثا فاجعلها في كل الأعضاء، وإن أردت أن تجمع بين التثنية والتثليث فاجعل التثنية في غسل اليدين إلى المرفقين فقط. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلفق بين صفة وصفة، وإنما تعبد لله عز وجل بالوضوء على الصفة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل من الكاميرون يسأل ويقول: ما أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله، أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليه جمع كثير من أهل العلم هي ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية الكاملة، وهي ما رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فأهدها لي. فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليكم أهل البيت؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصيغة هي أكمل الصيغ في الصلاة الإبراهيمية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن قال: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، فلا بأس ولا حرج عليه على ما يتيسر له، لكن الصفة الأولى التي ذكرتها في أول هذا الجواب هي أكمل الصيغ في الصلاة الإبراهيمية وأصحها سندا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل من تشاد يسأل ويقول: هل يجوز للمريض الذي يتناول الثوم استشفاء حضور المسجد برائحته في أوقات الصلوات؟ الحمد لله، المتقرر في القواعد أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص الألفاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما منع من أكل الثوم أو البصل أو الكراث من شهود المسجد لم يمنعه لأنه أكلها عن صحة أو عن مرض، وإنما علل عدم شهوده لصلاة الجماعة بعلة واضحة ظاهرة، وهي أنه قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وتلك الرائحة تتأذى منها الملائكة ويتأذى منها بنو آدم سواء أكلها الصحيح بلا مرض أو أكلها المريض للاستشفاء. وبناء على ذلك فكل من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فإنه لا يجوز له شهود المسجد. والمتقرر في القواعد أن ما ورد عاما فالواجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر في الصحيحين: من أكل إلى آخر الحديث، قال: من أكل، ومن هذه هي التي يسميها علماء اللغة بالشرطية، فهي اسم شرط، والمتقرر في القواعد أن أسماء الشرط تفيد العموم، فيدخل في ذلك من أكل الثوم لا عن مرض واستشفاء، ومن أكل الثوم عن مرض واستشفاء، فكل هؤلاء تتحقق فيهم نفس العلة الموجبة للمنع، وكلهم يدخلون في اللفظ العام. فمن أكل الثوم أو البصل فلا يجوز له شهود الجمعة ولا الجماعة لعموم النص ولعموم التعليل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل من تشاد يسأل ويقول: عندي سؤال، ما تأويل هذه الآية وهي قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ؟ الحمد لله، الآية واضحة جدا، والأواب أي كثير الرجعة والتوبة لله عز وجل، والحفيظ أي من يحفظ الله عز وجل في حال خلواته. فلما ذكر الله عز وجل نعيم الجنة ذكر من يستحقه كرامة من الله عز وجل، وهي الأواب الذي كثرت رجعته لله عز وجل، فما يقع في شيء من اللمم إلا ويبادر بالتوبة، فهو كثير الرجعة لله عز وجل، كثير التوبة والأوبة، فالأواب هو كثير التوبة. والحفيظ يعني من يحفظ شريعة الله عز وجل في علانيته وفي سره وخلواته، فالذي يفعل ذلك أن يكثر الرجعة لله عز وجل فيتوب بعد الوقوع في الذنب أو الإلمام بشيء من اللمم، فإنه يبادر بالتوبة، فهو كثير التوبة، وإذا خلا بمحارم الله لم ينتهكها، فهذا هو الأواب الحفيظ المستحق لهذا النعيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل من تشاد يسأل ويقول: ما حكم الشخص الذي عنده دراجة نارية يعطيها لشخص آخر يضع له ثمنا محددا، على سبيل المثال كل يوم يعطيه مبلغ كذا وكذا وهو مبلغ محدد، هل يجوز ذلك؟ الحمد لله، يجوز إذا كان إجارة ولا يجوز إذا كان مضاربة. أما إذا كان إجارة بمعنى أن المستأجر يستأجر منك هذه الدراجة النارية وقيمة الأجرة هي كذا وكذا على ما تتفقان عليه، ويأتيك في كل مساء ويسلم لك أجرة هذا اليوم، فهذا يجوز إذا كان من باب الإجارة. وأما إذا كان العقد فيما بينك وبينه شركة مضاربة فإن العقد باطل، لأن من شرط صحة شركة المضاربة أن يكون ربح العامل جزءا مشاعا معلوما، فلا يجوز في شركة المضاربة أن يكون الربح فيما بينكما محددا بالنقد المعين، فلا يجوز لك أن تقول أعطيك دراجتي النارية مضاربة فيما بيني وبينك على أن تعمل عليها وتأتيني في كل مساء بألف درهم مثلا أو بمئة درهم ونحو ذلك، وإنما تقول حتى تصح شركة المضاربة تقول: ولك ربع ما تأتي به، لك ثلث ما تأتي به، لك خمس ما تأتي به، وهكذا، أو تقول الربح بيننا على نصفين. فإذا كان العقد الذي بينك وبينه عقد إيجار يومي فلا بأس أن تحدد مبلغا معينا، وأما إذا كان العقد فيما بينك وبينه مضاربة فلا يجوز لك أن تحدد بالنقد المعين وإنما بالجزء المشاع المعلوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل من تشاد يسأل ويقول: ما نصيحتكم لمن ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي كل ما وصل إليه؟ نصيحتي أن أذكره بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يجوز للإنسان أن ينقل كل ما يصله إلا بعد أن يمحصه ويتبين صدقه وموافقته للشرع إن كان حكما شرعيا، ويتبين حقيقته إن كان خبرا، وينظر في مصالح النقل وفي مفاسده، فينبغي للإنسان أن يتأمل، لأن هذا النقل سيكون عليه غرمه وغنمه، فلا يجوز للإنسان أن ينقل شيئا يصل إليه إلا بعد أن يمحصه التمحيص الذي تبرأ به ذمته عند الله، وإلا سيكون مشاركا، ويكون مشاركا مع هؤلاء الذي إن كان كذبا فيكون كذابا معهم، وإن كان فسقا فيكون فاسقا معهم، وإن كان أمرا محرما في الشرع فيكون قد أعان على الأمر المحرم في الشرع، فالواجب التثبت والتبين، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائل من غانا يسأل ويقول: ما المسألة العمرية في علم الفرائض؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المسألة العمرية في الفرائض الإسلامية لها فرعان، الفرع الأول زوج
وأم وأب، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. هذه هي المسألة العمرية، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. أفهمت هذا؟ فحينئذ نقسمها على القسمة التالية، فنجعل للزوج نصف التركة، ونجعل للأب باقي التركة، ونجعل للأم ثلث الباقي. أفهمت هذا؟ حتى لا يكون للأم أكثر من نصيب الأب مع الاستواء في الدرجة، فإن القاعدة الفرضية المتقررة أنه متى ما استوى الذكر والأنثى في الدرجة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أننا أعطينا الأم في هذه الحالة ثلث التركة لكان نصيبها أكثر من الأب مع استواء الأم والأب في الاتصال بالميت، يعني في القرب من الميت، فهذا أبوه وهذه أمه، فمع استواء الأم والأب في الدرجة فينبغي أن تأخذ الأم أقل من نصيب الأب. فلو أننا أعطيناها في المسألة العمرية ثلث التركة لكان نصيبها مع استواء الدرجة أكثر من الأب، ولكن لو أعطيناها ثلث الباقي لتحققت هذه القاعدة الفرضية، وهي أنه صار للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من جزر القمر يسأل ويقول: هل يجوز أن أمتنع من مصافحة الناس مطلقا وأكتفي بالسلام دون المصافحة لحماية نفسي من المرض المنتشر؟ الحمد لله، المتقرر في القواعد أنه متى ما تعارضت مصلحة راجحة مع مفسدة مرجوحة فإن جلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة، والعكس بالعكس، بمعنى أن درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة. فإذا رأيت أن الوباء قد انتشر في مدينتك أو في قريتك ثم رأيت أن من السلامة ألا تصافح أحدا خشية الوقوع في المرض فلا بأس، ولكن لا ينبغي أن يهجر المسلمون بعضهم بعضا من المصافحة وإلقاء السلام ولو قولا. فإذا تعذر الأصل الذي هو المصافحة بالسلام فلا أقل من أن يلقي بعضنا التحية الإسلامية على بعض ولو قولا باللسان، فتسلم عليه من غير مصافحة حتى يكشف الله عز وجل هذا الوباء عن المسلمين. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من اليمن يسأل ويقول: ما الصواب للداعية في هذا الوباء، أن يخاطب الناس بالطمأنة وعدم الخوف، أم يقاس ذلك على الكسوف من اعتبار هذه من آيات الله فيخوفهم؟ الحمد لله، المتقرر في قواعد الدعوة أن الداعية ينبغي له أن يسلك مع المدعوين مبدأ الترغيب والترهيب في الجمع بينهما، فيرغبهم تارة ويرهبهم تارة أخرى، فيجمع في دعوته وفي خطبته وفي ندوته أو محاضرته أو درسه أو كلمته التي سيلقيها على الناس هذين المبدأين، فيبين لهم أن تلك الأوبئة التي تفتك بالأرواح وتقتل الناس وتصيبهم بتلك الأدواء العظيمة أنها من الذنوب والمعاصي، وأن الواجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما نزع عن الناس أو رفع إلا بتوبة، ثم مع ذلك يطمئنهم ويأمرهم بالتوكل على الله عز وجل وأخذ الأسباب، فهذا لا يتنافى مع هذا، فمبدأ الترغيب لا يتنافى مع الترهيب. والداعية الحكيم الحصيف هو الذي ينظر في أمر دعوته جامعا في نظره ودعوته بين مبدأ الترغيب والترهيب، فاجمع في كلمتك بين هذين المبدأين، مقدما الترهيب على الترغيب أو مقدما الترهيب على الترغيب على ما تقتضيه المصلحة. فلا ينبغي للداعية أن يخوف الناس التخويف الذي يقنطهم من فضل الله عز وجل ويقتل إيمان قلوبهم وثقتهم بالله، ولا ينبغي للداعية أن يؤمنهم الأمن المطلق ويجعل تلك النازلة هكذا تمر وأنها ظاهرة طبيعية ليس لها علاقة بالذنوب والمعاصي، وإنما عليه أن يرغبهم تارة رغبا ورهبا حتى يتحقق المقصود الشرعي. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل من أفريقيا الوسطى يقول: بعض العلماء عندنا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، وبعضهم يقول أنه خلق قبل أبينا آدم، والبعض يقول حين عصى آدم ربه
رفع رأسه إلى العرش فرأى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا مع اسم الله تبارك وتعالى فتوسل به فأجابه الله. أفيدونا في ذلك أفادكم الله. الحمد لله رب العالمين. لا شك أن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم المنازل، فهو من أفضل الخلق، فهو أفضل الخلق عند الله عز وجل. فأفضل الثقلين هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خير الأنبياء والرسل، وشريعته خير الشرائع، وأمته خير الأمم، وهو صاحب المقام المحمود والحوض الممرود الذي ترده أمته يوم القيامة، وله من الفضائل الجمة ما لا عد له ولا حصر، كما ثبت بذلك أدلة الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غني عن هذه الفضائل التي يكذب بها من يكذب عليه، فليس مخلوقا من نور الله، وليس مخلوقا قبل آدم، وليس مخلوقا من كذا وكذا، وإنما هو بشر، مخلوق مما خلق منه البشر، مخلوق بين أبوين، أبوه اسمه عبد الله وأمه آمنة، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو بشري في أصل خلقته، وبشري في حاجاته وفطرته، وبشري في ضروراته وعاداته، لم يخلق من نور. وإنما هذا قول من يقوله من الغلاة الذين يظنون أنهم يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المدائح، ولا يظنون أن هذا من التعظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما دخل عليه وفد من الأعراب فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. قوله لا يستجرينكم الشيطان أي لا يتخذكم الشيطان رسلا تضلون الناس وتفتنون الناس عن عقيدتهم. فمثل هذه الأوصاف لا يصح إطلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الدليل عليها، ولأنها تفضي إلى تعظيمه التعظيم الذي يخرجه عن مقتضى بشريته. فالنبي عليه الصلاة والسلام له من الفضائل، وله من المنازل، وله من التعظيم والتقديس والتقدير ما ثبتت به الأدلة الصحيحة. وأما هذه النقولات الكاذبة الموضوعة عنه صلى الله عليه وسلم فكلها مما لا يصح، ولا يجوز للعالم أن يقولها للناس، بل عليه أن يبين كذبها للناس، وأن يقتصر على تلك الفضائل الثابتة في الكتاب والسنة له صلى الله عليه وسلم من غير غلو. فإنما أهلك من كان قبلنا الغلو، فما عبدت النصارى عيسى ابن مريم إلا لما غلوا فيه وقالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وما عبدت النصارى اليهود عزيرا، وما عبدت اليهود عزيرا إلا لما قالوا إنه ابن الله. فهؤلاء يريدون أن هذه الأمة تعبد رسول الله كما عبدت اليهود عزيرا وعبدت النصارى عيسى، فهم يريدون أن يؤلهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعوه عن بشريته إلى مرتبة الملائكية أو إلى مرتبة الربوبية والألوهية. وهذا من أعظم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، وفي رواية: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. زاد مسلم والنصارى. قالت عائشة: ولولا ذلك، أي ولولا اتخاذ قبره مسجدا يعبد من دون الله، لا أبرز قبره، أي لدفن مع المقابر في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا. وفي رواية: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز لنا أن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المدائح والأوصاف والفضائل التي لا تثبت، بل هي كذب ودجل، ونظن أننا نعظمه، أو نظن أننا نقدره، أو نظن أننا نحترمه. كل ذلك والله من الكذب على رسول الله. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو بشر مخلوق من ماء مهين، ثم من سلالة من كذا، حتى لا نظن فيه الظن الذي يخرجه عن دائرة البشرية إلى دائرة الملائكية أو إلى دائرة الربوبية. والله أعلم.